السلام عليكم يا موزز، شو اخباركم؟ اليوم عندنا فلوق. بنروح معرض في جدة، بس ما ادري شو بالضبط، بس لما نروح هناك اوريكم شو. ليتس جو يا عيال، اللي اشتاق للمكيف يدق زر اللايك. كازن اللي طلع معنا تحدي الرياضيات، ايوه قول له محمد تن ترى. يلا يلا طريقه ولد. ايوه هذه اشياء ما ادري شيء. اوكي. كويس. هذه جميلة مرة. قبل كل شيء يا عيال، صح نسيت. احنا في معرض، ايش اسمه محمد؟ ايش اسمه؟ انا الفن. اسمه انا الفن؟ انا الفن. والله؟ اسمه انا الفن، معرض اسمه انا الفن. بس هذه الرسمة خرافية يا ولد. جدا ممتازة. والله ايه. اقسم بالله مجنون. هذه مجنون الرسمة، اقسم بالله. هذه ما ادري هي خريطة ولا، بس انها كويسة مرة. اوكي؟ طبعا يا عيال المكان مختلط، هنا في اختلاط مو طيب. الله هذيني الان؟ دراج بول. كبيرة واحدة. طبعا هذا فيديو. اوكي. ايش الشخصية هذه؟ بينجوين. باتمان. باتمان؟ اوكي. هنا حد حقين الانمي كل مكان. هذا لوفي، عرفت لوفي. بس هذا اللي عرفه. هذا رهيب برضه. هذه مثل جير رسمينها رسمه خرافيه. قول لهم سووا سبسكرايب ضبطوني. في سناب ها؟ ضبطوني. اوكي ما عليك ما عليك. اوكي يعطيك العافيه. جوجو صح محمد؟ هذا جرانديزر يا عيال، انا متاكد انه هذا جرانديزر، مستحيل ما يكون جرانديزر. معا استغفر الله واتوب اليه. استغفر. ايش الكلام هذا؟ ها؟ يسار ايوه ايوه يسار يسار ايه قدام ايه روح هذا الجوكر قاعد على كرسي حق جيم اوف ثرونز، يعني حركه رهيبه. وجهه خطير، عجبني الوجه معصب. احنا خلصنا من هنا. الزبده عيال، يوم قابلت ام تي فيصل، هو اسمه ام تي فيصل الظاهر، انا ناسي والله، بس اتابعه انا. المهم صراحه انسان جدا متواضع، يعني اعطيته وضعيه هلا بالعيار خوي من زمان والله، لكن هو هلا سلم علي وصور سناب. الله يعطيه العافيه والله، صراحه جدا انسان جدا مره حبوب. احنا عند هارديز الان. طبعا هذا اعلان غير مدفوع لشركه هارديز. خلينا نفك الكيس. اللي قال تاخذ اليسار، ها الان ناخذ اليمين. نعم خلاص تحت. هذا لون يا اهداء لكم يا عيال. نعم انا الاوان، الان سنثبت اننا الامهر في السباق بعزمنا. محمد جايبنا احسن محلي يبيع بطاطس في جده. اثنين بخمسه.
حار ولا بارد هذا؟ حار. خليني كذا. شيل صحنك، شيل صحنك. أوه أنا ما أبغى. قل له كنسل، قل له كنسل. ما تبغى؟ لا ما أبغى. خلاص. اوه شاكله شايف سبع بيتهم. انت معي ترى، بس هم ما يشوفوا في الفيديو. انا عارف. لا انا ما هاكل، بجرب حبك، جرب حب لعيونك. المعلم ايوه معلك، احسن محل في جده يبيع بطاطس. صحيح. لا تبلا اعطيك ريالين شو اعطيني ريالين بطاطس القادر. كم سعرك عمي؟ 5 ريال. يعني بالله عليكم يا عيال نصور هارديز ونعلن الهارديز وما نعلن البطاطس القادري، ما لها داعي. ها ولا رجعت انا بعد عيال كذا نهايه الفلوق. اتمنى عجبكم الفلوق، تابعوا حساباتي تحت واشترك في القناه. ما كنت مشرقه. السلام عليكم.